قاعدين مقام الحجاز كار من صياغة وصناعة مطرب العراق الأول محمد القبنجي، وبعد القبنجي غنى هذا المقام مجموعة من المطربين الكبار والمحدثين أيضا. هذا المقام سنقدمه لكم في هذه السهرة التراثية الجديدة بصوت المطرب صبحي بربوتي.
خط الجدام من جار الالتجام وخط الجدام من جور التجافي خط منك منك فلا يوم لفاني بالبريد مخط ولك ليه تغير يا منك فلا يوم لفاني بالبريد مخط واني خطوطي لصوبك رايحات مرار ولك صغير يا بعد ابويا اليوم يا واي واني خطوطي لصوبك رايحات مرار ولك يا واي امان 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 من قايل لك تشر شعير اختر ما تختر شعيرك يخسر يا مصخم قيمة نصه ما تلزم شعيرك يخسر يا مصخم قيمة نصه ما تلزم نصحتك ادرك لا تندم لو مطرب لو تاجر صير تخسر ما تخسر بالخير وثيابنا نصب غصون يلا دان القم عبود وثيابنا نصب غصون اخسرنا وردينا ردود اخسرنا وردينا ردود انا بقامر وانت شعير تخسر ما